تحياتي لكل زوار وأعضاء القناة في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. استحالة العشرة الزوجية جملة مشهورة جدا في محاكم الأسرة ومربوطة بالعديد من قضايا الخلع والطلاق اللي بتقوم بها بعض السيدات لإنهاء حياتهم الزوجية، والأسباب معروفة. السبب الأول الخيانة، السبب الثاني هو سوء المعاملة، والسبب الثالث هو البخل. البخل يعني على مصاريف البيت، ودي طبعا نقطة ضعيفة جدا، لأن مفيش أصلا أي راجل بيكون بخيل في بيته، ولكن مش هننكر إن في بعض الرجال بيكونوا بخلة داخل بيتهم. يا ترى إيه حكاية الزوجة اللي إحنا هنتكلم عنها دلوقتي ونعرف حكايتها بالتفصيل، وليه أقامت دعوة خلع ضد جوزها؟ ويا ترى الأسباب اللي قالتها أسباب مقنعة ولا لأ؟ تابعونا لنهاية التقرير أو لنهاية الفيديو عشان نعرف حكاية الزوجة دي إيه. لكن في البداية يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعمل لايك للفيديو، كل ده طبعا فضل وليس أمر. ندخل بقى دلوقتي ونعرف حكاية الزوجة اللي أقامت دعوة خلع ضد زوجها. والقضية على فكرة دي مشهورة جدا خلال الفترة اللي فاتت في محاكم الأسرة. ادخل أي محكمة أسرة وشوف بعينك قضايا الخلع ملهاش عدد محدود، ولكن كتير جدا، واللي بيعاني منه اغلب المجتمعات. ويمكن انا قلت في فيديو قبل كده كان قصة زوجة كنت منزلها، وقلت اللي بيدفع الثمن يا جماعة هم الاطفال. لا الزوجة هتدفع الثمن ولا الزوج هيدفع الثمن، ولكن اللي بيدفع الثمن هم الاطفال اللي مالهمش ذنب. الطفل بيطلع بيلاقي امه في مكان ووالده في مكان، يعني بيعيش حياة يتيمة بمعنى الكلمة، تمام؟ المهم أقامت الزوجة، أنا طبعا مش هقول اسمها، دعوة خلع أمام محكمة الأسرة بشبرا الخيمة. ليه؟ للانفصال عن زوجها بعد أن عانت معاه الأمرين. يا ترى إيه الأمرين اللي عانت منهم اتجاه جوزها؟ أول سبب بسبب تعديه المستمر عليها بالضرب، دي نقطة يعني عيبة إن راجل يتعامل مع زوجته بالضرب، طريقة غير آدمية ومرفوضة، ولكن في بعض الأزواج بيعملوها، تمام؟ واستنفدت طبعا جميع محاولاتها إنها تغصب على نفسها وتعيش معاه تحت التهديد المستمر. هي على كلامها بتقول ان بيعاملها بالضرب يوميا قدام اطفالها، ودي نقطة تانية غلط. يعني حتى لو كان في معاملة اهانة سواء بالضرب او ما شابه، المفروض ما يكونش قدام الاطفال. طبعا ناس كتير من اللي بتسمع دلوقتي هتقول لي يعني هو لو بعيد عن الاطفال ممكن، هقول لك لا مرفوض، ولكن انا بتكلم نقطة الاطفال. اذا بالاطفال يشوفوا المعاملة بين الاب والام بهذا الشكل، ضرب، شتيمة، إهانة، طبعا في حاجات تانية مش حاضر ان انا اقولها في الفيديو، ولكن انتوا عارفينها بتحصل في اغلب البيوت اللي بيكون فيها مشاكل اسرية. يا ترى الاطفال دي مش بتشوف اللي بيحصل قدامها؟ يا ترى دي مش بتعمل ليهم عقدة نفسية؟ بالتأكيد بيطلع الطفل من صغره عنده عقدة نفسية، طفل غير سوي، وبالتالي في عدد كبير منهم اللي بيشوفوه هم صغيرين بيعملوه لما بيكبروا. بمعنى الطفل اللي بيشوف والده بيضرب والدته، او بهنا بألفاظ يعني غير مقبولة، يا ترى لما بيكبر ويتجوز هيعامل مراته بطريقة كويسة او بطريقة آدمية؟ لا، نفس اللي كان بيعمله والده هو بالتأكيد هيعمله. ما شابه أباه ظلم. انا ممكن مش عارف مش فاكر المثل بالظبط، ولكن هو شبيه بالكلام اللي انا بقوله، تمام؟ المهم قالت الناس استحملت العيشه معاه عشان خاطر اطفالها، هي معاها طفلين ولا وبنت، اللي رفض ان هو يدفع مصاريف تعليمهم. يعني ممكن نقوله ده بخل، ممكن نقول عليها ده عناد، ممكن. ما الزوج لما بيبقى فيه مشاكل بينه وبين زوجته ممكن بيعاند في حاجات كتير، مصاريف، معاملة،
رص زي ما انت عايز. المهم بتقول الزوجة الكلام اللي هنقوله دلوقتي على لسان الزوجة، نشوف هي اتكلمت وقالت ايه في الدعوة بتاعتها، وهي دعوة الخلع ضد جوزها وعايزة تنفصل منه ليه، بخلاف السببين اللي قالتهم اللي هو الضرب، ان هو مش عايز يصرف على اطفاله. هل في سبب تاني؟ بالتأكيد هنعرفه. بتقول الزوجة في حديثها بالدعوة المرفوعة ضد زوجها ان زوجها بعد او قام بنقل كل املاكه لاخوه الاصغر منه. ليه؟ بعد ان طلب زوجته الطلاق فحب ان هو يحرمها من الميراث وان هو ما يديهاش اي حاجة، فكتب كل املاكه لاخوه. طب انت في النقطة دي بتعاند مع زوجتك او مع مراتك، خلينا نتكلمه بالطريقة العامية، بتعاند مع مراتك، طب ذنب اطفالك ايه؟ هما الاطفال اللي جت دي مين سبب وجودهم في الدنيا بعد ربنا؟ مش انت؟ احنا كلنا بنتعب عشان مين؟ مش عشان اولادنا؟ بالتأكيد كل اب بيسمعنا دلوقتي مدفوق معايا في الكلام اللي انا بقوله، احنا بنتعب عشان خاطر ولادنا. الزوج ده اللي كتب املاكه كلها لاخوه، هل هو كده بيعاند في زوجته؟ لا، اللي هيشيل الليله هم عياله، هم اللي هيتحرموا. بس في نقطه يمكن الزوجه ما اتكلمتش عنها، الزوج الصغير قبل ازاي بالوضع ده؟ قبل ازاي ان هو ياخد حق عيال اخوه لعياله؟ شيء غريب، ولكن العقاب جاله من فوق، ده بعيد عن الشماتة، ولكن الزوجة هي بتقول كده. قالت ان هو اخوه او زوجها كتب كل املاكه لاخوه الصغير بعد ما هي طلبت الطلاق منه، حتى لا تتمكن الزوجة من مسكن الزوجية، حتى مسكن الزوجية اللي هي عايشة فيه كتبه باسم اخوه. يعني معنى كده ان الزوجة مش من حقها انها تطالب باي حاجة، حتى نفقة اطفالهم منحها، مفيش فلوس هتتصرف انا اسف على الاطفال. طب الاطفال دي مين اللي جابها؟ مين المسؤول عنها؟ الاب ولا الام؟ انا دايما في مثل بقوله، اللي مش قد حاجة ما يعملهاش، بمعنى مش قد الخلفة ما تخلفش. ممكن ناس تقول لي يعني هو هنعيش في البيت من غير اطفال؟ لا، ما انت مش هتجيب الاطفال وتظلمها، مش هتجيب الاطفال وتشردها، مش هتجيب الاطفال وتخليهم عايشين حالة اكتئاب، يبقى الافضل ما تجيبهمش. المهم بتقول الزوجة ولكن الله كان عقابه شديد جدا، فبعد شهرين من كتابة الأملاك لأخوه اتوفى أخوه اللي كتب له كل أملاكه في حادث سير. هل ده هنقول نصيبه؟ هنقول ده عقاب؟ الله أعلم، ولكن ده الكلام اللي بتقوله الزوجة، بتقول بعد ما نقل كل أملاكه لأخوه اتوفى بعد شهرين من كتابة الأملاك. بعد شهرين بعد نقل الأملاك لأخوه الأصغر منه، الفلوس والبيت اللي استخسرهم، ده الكلام اللي ده اللي هي بتقوله، البيت والفلوس والبيت اللي استخسرهم في عياله راحوا لولاد أخوه وبقوا تحت تصرف المجلس الحزبي. طبعا عيال أخوه في سنه صغير، فبالتأكيد مفيش حاجة تكون تحت إيدهم، الأملاك كلها هتكون تحت المجلس الحزبي. وهي يمكن قالت جملة صعب جدا، وقالت ربنا ينتقم منه. تحملت الزوجة العيشة مع زوجها تحت ضغط من أجل أطفالها، حيث أثمرت هذه الحياة أو الارتباط بينها وبين جوزها على طفلة عمرها 4 سنين وطفل عمره 7 سنين، فحاولت التأقلم مع وضع زوجها العنيف
ولكن كان يزداد عنف يوم بعد يوم، حتى وصل الأمر لرفض زوجها الإنفاق عليها وعلى أولادها ومنعهم من الذهاب للمدرسة. كلمة الذهاب للمدرسة أنا مش هقول عليه ده بخل، ولكن هقول عليه ده عند، من كتر المشاكل اللي كانت حاصلة في البيت بدأ يعاند معاها، اللي بيدفع الثمن هم أطفالهم. الزوجة بتقول أنا متحملة عشان أطفالي، والزوج من الناحية التانية بيعاند وبيقول لك لا مفيش مصاريف ومفيش حتى المدرسة، مفيش ذهاب للمدرسة، مفيش مرواح للمدرسة. يبقى ده اقول عليه بخل ولا اقول عليه عناد؟ لا، عناد من الدرجه الاولى. طبعا انا مش احنا كل اللي بنشوفه قدامنا خبر او حكايه، لكن ما احنا مش عايشين معاهم، مش عارفين الظالم من المظلوم. لكن الكلمه اللي بتقولها الزوجه ان انا اتحملت كتير، بالفعل في زوجات كتير بتتحمل عشان اطفالها، فالكلمه دي عندها حق فيها. لكن معامله الزوج ممكن تكون بالقساوه اللي هي بتقولها الزوجة، ممكن في نسبة قليلة جدا نفس اللي بتحكيه الزوجة بيعملوه بالحرف داخل بيتهم. المهم نتابع كلام الزوجة ونشوف هي قالت ايه، اصل الموضوع صعب وللأسف بيتكرر كتير في اغلب البيوت، عشان كده حوادث الطلاق والخلع بقت كتيرة جدا. بقول لك ادخل على اي محكمة اسرة وشوف بعينك، طوابير زي طوابير المستشفى. المهم تابعت الزوجة في الدعوة وقال وكملت كلامها وقالت بأنها عندما اعترضت على حرمان أطفالها من أبسط حقوقهم واشتكت زوجها لأمه وأخوه، يا ترى هو عمل معاها إيه؟ زعل منها؟ لا، ولكن اعتدى عليها بالضرب، يعني حتى الشكوى لأهله هو رافضها. طب ما هي هتعمل إيه؟ يعني بعد ما وصل بيه الامر بالتعدي بالضرب بالالفاظ بحرمان الاطفال من المصاريف وبعد كده ادخلهم المدرسه او مروحهم للمدرسه، الزوجه هتعمل ايه؟ في نقطه كويسه هي عملتها، وهي راحت شكت لاهله مش لاهلها. في فرق بين الاثنين، يعني دايما بقول لما يكون الزوجه معاها مشكله تروح لاهل جوزها، ده بيكون الصح، لكن تروح لاهلها هو ده الغلط بعينه. والمشكلة ما بتخلص، ولكن المشكلة بتزيد. ويمكن أنا حكيت لكم في مشكلة قبل كده، أنا هقول لكم الملخص بتاعها. كان في مشكلة بين زوج وزوجته، ودول أنا أعرفهم معرفة شخصية، ولكن الزوجة كان كل اللي بيحصل معاها بدل ما بتحكيه لأهل زوجها كانت بتحكيه لوالدتها باستمرار. يعني كل سر البيت يعتبر كان مع والدتها، مع أهلها مش مع اهل جوزها، وده غلطه كبيره جدا وقعت فيها، او يمكن انا حذرتها لما قعدت معاها قلت لها اللي عملتيه غلط. في حاجات بتبقى في اوضه النوم ما ينفعش تتنقل في الصاله، وفي حاجات في الصاله ما ينفعش تطلع بره باب الشقه. هي بصيت لي كده وقالت لي يعني حضرتك تقصد ايه؟ قلت لها يعني سر بيتك سر البيت ما فيش حد يعرفه غيرك انت وجوزك وبس. لو الموضوع زاد عن حده عندك اهل جوزك هما كويسين وبيسمعوكي، الافضل ما تحكيش حاجه لاهلك تماما، لانك اي شكوى او اي موضوع بيحصل معاكي بتحكيه لاهلك انت كده بتزودي النار داخل بيتك مش بتهديها. والدليل انك انت دلوقتي حالك ايه، وضعك ايه؟ قالت انا غضبان عند اهلي. قلت لها انت السبب في الوضع اللي انت وصلت فيه دلوقتي، كل سر بيتك كان عند والدتك، ووالدتك كانت قاعده قدام مني. قلت لها انت اللي هديتي بيتك بايدك، لو رحت حكيتي لاهل جوزك ما كانش حد هيغلطك على اساس ان هم اهلك. لكن النتيجه رغم ان هي ما كانش متجوزه غير بعد شهرين، تتخيل الواحده لما تتجوز شهرين وبعد كده تغضب عند اهلها وتقعد بالسنين. طبعا هي حاليا لغايه دلوقتي عند اهلها، الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله 13 او 14 سنه. عشان بقول لكم المشاكل الأسرية كتيرة جدا. المهم نرجع لكلام الزوج عشان ما اطولش عليكم ونطلع عن الموضوع. طبعا تعدى عليها بعد مشاكل لوالدته واخوه باللي حصل، تعدى عليها بالضرب القوي جدا اللي نتج عنه إصابة في عينيها
وبعدها طبعا ما كانش قدامي غير اني اتحرر محضر في قسم تاني شبرا الخيمة، ثم اقامت دعوة طلاق للضرر اللي اصابها، وقالت كده استحالة العشرة معاه وللابتعاد عنه وحماية اطفالها في نفس الوقت اللي كانوا بيتعرضوا للضرب بصفة يومية من ابيهم. يعني الزوج ما كانش بيضرب الزوجة لوحدها، ولكن كان بيضرب اطفاله. لو كان الكلام اللي بتقوله الزوجة ده حقيقي، ده ما اقدرش اقول عليه زوج، ممكن اقول عليه حاجة تانية. طبعا انتوا فاهمين قصدي، فاللفظ هيكون خارج، بلاش ان انا اقوله في الفيديو. وقالت انه كان بيضربهم من غير اي سبب، وحملت الدعوة رقم 923 لسنة 2020، وما زالت منظورة امام المحكمة للفصل فيها. وجاء بعرضة الدعوة ان الطالبة واللي هي الزوجة اللي هي الخصم بصحيح الدعوة بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 7/9/2012، واللي ربنا رزقها على فراش الزوجية الصحيح بولدين، اللي احنا قلنا 4 سنين و7 سنين، عانت من سوء المعاملة وصبرت على أمل إن زوجها ينصلح حاله، لكن للأسف الشديد الوضع زاد سوء. يا ترى كام زوجة بتعاني من نفس المشكلة؟ يا ترى كام زوج بيعمل نفس اللي عمله هذا الزوج، سواء للزوجة أو للأطفال؟ أنا هسيب التعليق ليكم أنتوا، وأسيبكم دلوقتي في رعاية الله، وانتظرونا بفيديو آخر.